شفتي مشاكلها الأخيرة إزاي والحاجات اللي مرت عليها؟ ضايقتي عشانها؟ أكيد طبعاً، عشان أنا بحبها. كلنا بنحبها، عشان بحبها فبتضايق عشانها. تنصحيها بإيه يا بوسي؟ تفوق لشيرين، ترجع لشيرين؟ آه تفوق، تفوق من اللي هي فيه وترجع لشيرين بتاعت زمان اللي احنا كلنا عارفينها، ودي نصيحتي ليها عشان بحبها. صح. حبيبة قلبي شيرين، شايف ان شيرين من الشخصيات ان جمهورها بيحبها لدرجة مهما تبعد بترجع برضه بتبقى غالية عند جمهورها؟ أقول لك حاجة، بصي، هي أول حاجة الفنان أو الإنسان عامة بيمر بتجارب كتير في حياته، و زي بيقولوا ups and downs يعني. وفي ناس بتبقى شخصياتهم الأبس بتاعتهم بتبقى عالية قوي والداونز بتاعتهم بتبقى واطية قوي. أهم حاجة إن هي تعافر، وهي عفرت فعلا، وبترجع ورجعت. وهي صوت، أنا شايف إن هو صوت من أعظم الأصوات اللي موجودة في تاريخ الوطن العربي كله. يعني أنا شايف إن هي ملهاش زي كإمكانيات صوتية. ربنا يعني يوفقها دايما في اتخاذ القرارات الصح وفي اختيار الكلام الصح. امين يا رب. و شفت حفلتها الاخيره في السعوديه؟ يعني ما تابعتهاش قوي، بس شفت اللي قبليها اللي كانت في جده، وكانت حاجه جميله قوي ان هي طلعت مفاجاه. وهي صوت عظيم طبعا، يعني صوت عظيم لا غنى عنه. نتمنى ان هي دايما تفضل موجوده. بعض الاراء بتقول صعب شيرين ترجع لنجاحات القديمه بعد كل المشاكل دي، الحياة الشخصية ممكن تقضي على نجومية الفنان. إيه رأيك؟ لا، شيرين طبعا الناس كلها بتحبها، ده شيرين عندها فرصة عظيمة، لأن لا خلاف ده، كلنا بنموت في شيرين. لا، أنا بقول لك اللي أنا شفته أو وجهة نظري، إن عدت بمواقف كتيرة صعبة جدا ملهاش قومة. دي حقيقة، الناس بتحبها والتمست لها ألف عذر. فأعتقد شيرين موهبة كبيرة، واحنا في امس الاحتياج لصوت عبقري زي صوت شيرين واصل لكل الناس. صح. فاعتقد كمان ان هي بدات كمان تعمل حفلات مختلفه، وحسام بقى يسبورت، ف ان شاء الله ترجع اقوى من الاول كمان. شيرين محتاجه ايه الفتره اللي جايه؟ إدارة. عشان ترجع تنور اكتر واكتر. اداره، هي إدارة. صوت عظيم، محتاجه بس اداره، وان هي صوت وكاريزما وكل حاجه، يوحشها بس ان هي ترجع يبقى ليها مكانه كبيره. هو دلوقتي حسام اللي ماسك شغلها؟ لا، بس حسام يعني داعم ليها طول الوقت اعتقد، يعني بقالهم فتره، حتى لما بشوف في الحفلات وما قابلتهم كان حسام بيبقى سبورت. فان شاء الله ربنا يكرمهم هما الاثنين، ربنا يخليهم لبعض، وياخدوا بعض لقدام ان شاء الله. اللهم امين يا رب. امين. اللي بعده، شيرين جميله بشكلها باحساسها، احنا بنعشقها. بس وهي قويه على فكره، لانها برج الميزان. هي قويه لانها برج الميزان، وانا متاكده انها هتتخطى المحنه، ودي مش محنه، تجربه وعدت، اكيد هتستفيد منها، واكيد اللي جاي هيكون احلى مليون مره من اللي فات. ممكن تبقى منحه الهيه ليها. هو دايما خالص، بصي، هو دايما ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجه الا ما بتكون فيها الخير لينا. احنا بنكون شايفينها انها نهايه العالم خالص، وبنزعل وبنتضايق، لكن هي في واقع الامر هي بدايه لحاجه حلوه جميله جديدة. جدا ربنا شايلها لنا، بس احنا مش شايفينها. دي حقيقة، لأن احنا بنبص في إطار محدود قوي، أقل بكتير من الجميل الحلو اللي ربنا شايله لنا. تقر وتعترف إن شيرين عبد الوهاب موهبة كبيرة، بس ضيعتها أزمتها الشخصية؟ ما ضيعتهاش، هي موهبة هي كبيرة. نفسنا ترجع تاني. لا، موجودة شيرين، موجودة يعني حتى بحاجاتها وبتاريخها. نفسنا ترجع اللي فاتت، هترجع وترجع اقوى من الاول، انا متاكد. سالت عليها، كلمتها؟ لاني انا ما سالتش، لاني في مشكلتها دي بالتحديد ما ينفعش ان احنا يعني نتدخل من غير ما هي تستعين بينا. هي فعلا كانت في مشاكل كتيره وفي ازمات كتيره في الفتره اللي فاتت دي، لكن أنا متأكد إنها هتجتازها. كمان متأكد إن حسام فنان ذكي جدا، وهيقدر يقف إن شاء الله جنب شيرين على عكس المتوقع. يا ريت الجمهور كله بينادي في شيرين، وهيطلعوا مع بعض حاجات حلوة جدا. أنا ده اللي واثق فيه، لأني بثق في الاتنين جدا. حسام فنان كبير واختياراته جميلة، وشيرين طبعا صوت من اهم اصوات مصر اللي يعني كلنا بنستناه اكيد.
وانا سعيد ان انا من اوائل الناس اللي شاور على الصوت ده وقال انه صوت جديد. ويمكن انا كمان افورت وقلت ان مصر كلها كانت محتاجه في وقت شيرين ما نزلت محتاجه الصوت ده.